موقف تكاثروا، وعندي موقف تاني في ناس لم بتعزل ينهى عن العزل. لم ينهى عن العزل، وفي موقف ثالث لحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيحذرنا من الكسرة، ويقول يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا أو من قلة نحن إذن يا رسول الله، أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. هذا أيضا لابد أن نضم النصوص بعضها إلى البعض الآخر، ونقول بهذا الفهم الكلي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قصد من الكسرة كسرة معينة ومحددة، كسرة قوية، قوية ثقافيا، قوية علميا، قوية دينيا، قوية في كل تفاصيل صالح الحياة، مواطن صالح. ليه؟ لأن هذا سيلتقي في النهاية مع القرآن الكريم، لأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. فإذا الخلافة، مقتضى الخلافة في الأرض أن الإنسان يكون قويا قادرا على إعمار هذه وتعمير هذه ومؤتمنا الأرض على الأمانة ومؤتمنا في كل التفاصيل. مظبوط. إذن الكسرة المقصودة في حديثه صلى الله عليه وسلم هي كسرة كيفية، نحن نركز على الكيف ونركز على الكم ولا العدد، لأن العدد قد يكون في بعض الحالات هو عبء وهو غير مؤثر وغير منتج. وما فائدة العدد في ظل جهل وفي ظل تخلف وفي ظل مرض وفي ظل فاقة وعوز، يعني أمور كثيرة جدا، معوقات التنمية في المجتمع إذا اجتمعت كمان مع كثرة النسل في هذه الحالة. إذن أنت، وبمعادلة بسيطة جدا ذكرها أحد الباحثين، إحنا في سنة 2022 عدد السكان كام؟ 104 مليون. المتوقع في سنة 2050 وفق هذا المعدل اللي احنا ماشيين عليه هنوصل ل 190 مليون. طيب احنا بقينا كم سنة على سنة 50؟ ده عدد بسيط في عمر الأمة المصرية، ده لا شيء يعتبر، يعني عدد 28 سنة، فاضل 28 30 سنة، بقي 30 سنة. لو سيادتك هتمشي بهذا المعدل، إذا نشوف الموارد اللي عندك في الدولة من مدارس من مستشفيات، يعني على حسب الآن يقولوا أن كل فصل يعني يسع 60 تلميذ الآن حاليا، يبقى إذا كل 60 تلميذ لهم فصل واحد، وكل 1000 واحد كل 1000 مصري له سرير واحد في المستشفيات كإحصاء يعني. إذا أنت في سنة 2050 لما تيجي وتزيد كمان ما يقرب من 90 مليون، فأنت محتاج لدولة تانية نفس الإمكانيات. يعني إذا كان عندك مثلا 1000 مستشفى يبقى أنت عايز 1000 مستشفى، ولو كان عندك 1000 مدرسة يبقى أنت عايز 1000 مدرسة كمان زيهم، عايز دولة غير الدولة، فعايز دولة تانية زيها بالضبط. هل ويلاحظ بأنك في سنة 50 لو عملت كده وعملت هذه الإمكانيات المادية فإنك لم تتقدم شيء، أو أنت على محلك سر، أنت محلك سر، لأن نفس عدد السكان بتكفي، بس يدوبك بتكفيهم فقط لا غير. يبقى إذن التنمية تكاد تكون يعني إذا نجحت في الوصول لهذه الأرقام، إذا نجحت في الوصول إلى البناء، بناء المستشفيات والمدارس والخدمات العامة المقدمة. أنت بتتكلم عن البناء لكن ما كلمتش عن الموارد نفسها، هل الموارد هتكفي؟ قد يكون الموارد غير كافية.